مشاهدينا الاعزاء، طابت اوقاتكم ونستحبكم في جوله جديده لمنشات الصحافه، نتناول خلالها اهم العناوين التي طبعت في الصحافه المحليه والعربيه والدوليه، وذلك برفقه ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور حامد العبد الله، استاذ العلوم السياسيه في جامعه الكويت. مرحبا بك معنا دكتور حامد. اهلا حياك الله. اهلا بك. ومشاهدينا نبدا بابرز العناوين المحليه بعد هذا الفاصل. نقرأ أهم ما ورد في الصحافة المحلية من عناوين وأخبار، والبداية من صحيفة الأنباء وهذا الخبر الذي ذكرت فيه أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يتفضل فيشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح مركز عبد الله السالم الثقافي مساء اليوم، وذلك بمنطقة الشعب البحري. صحيفة الرأي نشرت أنه في 7:30 من مساء اليوم ستنطلق أعمال مهرجان الكويت 12 للإبداع التشكيلي برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الرئيس الفخري للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح. ننتقل إلى صحيفة السياسة، حيث أوردت إعلان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب عن استقبال تراخيص المركبات التجارية المتنقلة عبر مركز الكويت للأعمال النافذة الواحدة اعتبارا من منتصف ليل اليوم، مشيرا إلى أن هذه التراخيص سيكون لها انعكاسات اقتصادية إيجابية من شأنها تحفيز الشباب للدخول في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الكويت تتصدر دول الخليج في مؤشر الديمقراطية تحت هذا العنوان. ذكرت القبس أن دولة الكويت تفوقت على دول عدة من بينها روسيا والصين، حيث جاءت في المرتبة 119 عالميا في عام 2017 بعد أن كانت في المرتبة 121 عام 2016. دكتور حامد، نبدأ معك بهذا الخبر. إذن تقدم للكويت على المستوى الديمقراطي من المستوى 121 حتى 119 منذ عام 2016 حتى عام 2017، وبالتالي تتفوق على روسيا والصين، كيف تعلق على ذلك؟ يعني أنا أعتقد أن هذا خبر مفرح في خضم هذه الأخبار المحزنة التي نسمعها هذه الأيام. في الواقع أن خبر جيد، نسمع أن الكويت تقدمت خطوتين في هذا المؤشر. طبعا نحن نطمح إلى أن يكون طبعا التقدم أكثر. يعني أنا أعتقد أن يعني حتى المقاييس اللي تم استخدامها أنا مش عارف على أي أساس يعني، ولكن أعتقد أن نحن أكثر، يعني أنا حسب الأسماء اللي أنا قريتها والدول، أعتقد أن الكويت أكثر تقدما في الديمقراطية، في مقاييس الديمقراطية. الديمقراطية طبعا في مفهومها الشامل، الديمقراطية هي ليست فقط شعار يرفع، هي ليست فقط صناديق انتخاب، وإنما هي الصحافة، هي الصحافة، حرية رأي، حرية المرأة، شفافية، تبادل الرأي وغيرها، أيضا فيما يتعلق بحرية وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أعتقد أن الكويت مؤهلة لتن تحتل مراكز أفضل. ولكن طبعا عندما نتكلم عن الديمقراطية الكويتية، الديمقراطية الكويتية متأثرة في عمق الوجدان الشعب الكويتي، في عمق الوجدان السياسي الكويتي والوجدان الاجتماعي الكويتي. الدستور الكويتي ينص في المادة الخامسة أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة جميعا. وبالتالي نتكلم عن حتى ما قبل استقلال الكويت، تجربة الديمقراطية عام 1939 38 طبعا 21 أول مجلس منتخب، بعدين 38 39 مجلسين في 38 و39، نأتي إلى الانتخابات أيضا المجالس البلدية ومجالس المعارف. حتى هذه المجالس اللي هي مجالس خدمية كان فيها انتخابات. وبالتالي عندما أتى عام 61 وتم وضع الدستور وإقراره و63 انتخابات الأولى، هذه في الواقع تراكم لهذه التجارب ولهذه الخبرات. طبعا كما نتكلم نحن الديمقراطية، المرأة الكويتية حصلت على حقوقها السياسية، نتكلم عن حرية الرأي والصحافة. طبعا كثير من القوانين، طبعا مجلس الأمة ودوره، مجلس البلدي، انتخابات المجلس البلدي، فعندنا عملية في الواقع متكاملة للديمقراطية. أنا أعتقد أن لكي أيضا نتقدم أكثر وسجلنا يكون أفضل، أنا أعتقد أن هذه وظيفة السلطة التشريعية. السلطة التشريعية هي معنية الآن بوضع القوانين اللي من خلالها تكرس وتزيد الديمقراطية من خلال زيادة الحريات وغيرها من أمور. وإذا كانت هناك، طبعا هذه أيضا وظيفتها، إذا كانت هناك بعض القوانين التي قد تعيق العملية الديمقراطية أو قد توقفها، أيضا عليها مراجعة هذه القوانين، إلغائها. وهذا ليس بعيب، يعني كثير من الدول حتى الدول الديمقراطية بين فترة وفترة يجرون مراجعة شاملة للقوانين، منظومة القوانين. إذا كان هناك قانون في خلل، في عيب، ممكن تعديله، ممكن إزالة بعض البنود، فأنا أعتقد أن الكويت مؤهلة لكي يعني تكون في مركز أفضل من هذا المركز. يعني لما نتكلم عن بعض الدول العربية على سبيل المثال، أنا أعتقد أن الكويت
تصدرت في المراتب الأولى يعني حتى على المستوى الدول العربية اللي تنتقل إلى الصين ومن ثم روسيا. نعم، فبالتالي نطمح إن شاء الله أن السنة الجاية نقعد في هذا المكان ونسمع أن الكويت أيضا تقدمت إلى المراتب الأولى، مراكز طبعا متقدمة وهي مؤهلة لذلك. نتمنى ذلك. في خبر آخر، في صحيفة الوسط التي نقلت قول وزير النفط ووزير الكهرباء والماء أن محطة تعزيز الغاز رقم 171 والتي دشنتها شركة نفط الكويت أمس ستضيف يوما نحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز المعالج بمصنع الغازات الحمضية في ميناء الأحمدي ونحو 68 ألف برميل من المكثفات. ننتقل إلى صحيفة الشاهد التي أشارت إلى قول وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح أن اجتماع مجلس العلاقات الدولية السابع الذي يعقد في البلاد جاء في وقت غاية في الأهمية، فثمة أمور وتطورات حاصلة على الساحة العربية والدولية، مشيرا إلى أن الأولوية الأولى ستكون للقضية الفلسطينية والقرار الأمريكي في شأن تهويد القدس. دكتور، إذا ما عدنا قليلا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، رأينا ردود الفعل الكويتية على المستوى الشعبي، خرجت احتجاجات تطالب بالتنديد بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، على مستوى وزارة الخارجية تصريحات ترفض هذا القرار، تبرعات للأونروا بمبلغ 100 مليون دولار، وأيضا حتى شهدنا حضور سمو الأمير لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في تركيا، كلها إشارات تدل على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للكويت. أضف إلى ذلك ما قاله وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح عن تصدر قضية الفلسطينية في اجتماع مجلس العلاقات الدولية، فبالتالي كيف تعلق على كل هذه الأمور التي تتصدر فيها القضية الفلسطينية في الكويت؟ طبعا من السياسات القومية الكويت، الكويت لم تتخلى عن بعدها القومي حتى أثناء ما بعد الأزمة، ويعني للأسف المخاض الصعب اللي جربت الكويت من بعض المواقف اللي القوة الفلسطينية وقيادات فلسطينية الذين كنا نتوقع منهم دعم الكويت في أزمتها مع النظام العراقي في عام 1990، ولكن الكويت تخطت كل هذا. لماذا؟ لأن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة للسياسة الخارجية الكويتية، هي عبارة عن تمثل البعد القومي في السياسة الخارجية الكويتية. لا ننسى أن نذكر هنا أن المقاومة الفلسطينية أشياء منظمة فتح والتحرير تم على الأراضي الكويتية، القيادات الفلسطينية، عدد القاتلين الفلسطينيين الذين كانوا موجودين، والكويت أيضا كان دعمها الواضح للقضية الفلسطينية. أتذكر أنا في السبعينات عندما كنا نذهب إلى السينما كان تقريبا إذا ما أنا غلطان ربع دينار قيمة التذكرة، تذكرة الدخول، كان مكتوب 50 فلس لدعم العمل الفدائي الفلسطيني. وليس هذا بغريب على الكويت أيضا، تضحيات الشيخ سعد رحمة الله عليه الأمير الوالد، كلام أيضا أمير القلوب الراحل الشيخ جابر الأحمد عندما قال أنه إذا ذهبت الدول العربية إلى التطبيع مع إسرائيل فإن الكويت ستكون آخر الدول المطبعة. وبالتالي تم أيضا في هذه الفترة إنشاء مؤسسات المجتمع المدني ضد مقاومة التطبيع وغيرها. نعم. وبالتالي عندما أصدر الرئيس الأمريكي هذا القرار المشين في الواقع الكويت في ضمن إمكانياتها، طبعا نتكلم إحنا إمكانيات محدودة للكويت في هذا الإطار، وبالتالي على الرغم من محدودية الإمكانيات أن الكويت شعبيا رفضت هذا الأمر من خلال الخروج إلى بعض المسيرات والندوات المنددة بهذا القرار. سياسيا الوزارة الخارجية الكويتية والمسؤولين الكويتيين على رأسهم صاحب السمو صرح برفض هذا القرار، نعم، بشجبهم لهذا القرار على الرغم من حساسية الموقف الكويتي بالنسبة أيضا للولايات المتحدة. وكانت الكويت من أولى الدول العربية التي أشارت إلى هذا الموضوع، موضوع رفض القرار الأمريكي. نعم، وأيضا الكويت عندما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لمنظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أيضا الكويت حاولت تسد هذا النقص، وبالتالي قدمت دعم، يمكن أعتقد أنه أكبر دعم قدم من الدول التي حاولت أن تسد هذا الدعم الأمريكي في ظل التخفيضات الأمريكية. نعم، التخفيضات الأمريكية. وليس هذا بغريب، لأن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية العربية، هي القضية التي تجمع في الواقع كل العرب. إذا كان العرب لهم أن يتفقوا على قضية معينة فهي قضية فلسطين وقضية القدس. القضية الفلسطينية، نعم. في خبر آخر نقرأه في صحيفة النهار، السكنية العمل المتواصل لإنشاء 640 شقة في جابر الأحمد. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل.
حسب صحيفة الحياة فإن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية تستعد لحرب إسرائيلية على قطاع غزة تتوقعها بنسبة 95% خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. كما علمت أن القيادة الفلسطينية تلقت تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام والتي تنص على إقامة مدينة قدس جديدة للفلسطينيين وعلى حل إنساني للاجئين وطرح الرئيس أو طرح الرئيس الفلسطيني رؤية بديلة عنها رفضتها الإدارة الأمريكية. وتأتي هذه التقديرات في وقت كشف دبلوماسي غربي رفيع المستوى لصحيفة الحياة في رام الله تفاصيل صفقة القرن، وقال إن فريق السلام الأمريكي نقل الخطة إلى الجانب الفلسطيني عبر طرف ثالث. دكتور، فيما يتعلق بهذا الخبر، يعني عدوان إسرائيلي محتمل على غزة في ظل تسريبات عن ما يعرف بصفقة القرن، إذا ما بدأنا معك بقراءة للمشهد السياسي في الوقت الحالي. يعني الآن الإدارة الأمريكية الجديدة واضحة لديها رؤية جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية والسلام بين العرب وإسرائيل. بدأت بعض تفاصيل هذه الخطة تظهر إلى العلن، وهذا ليس بسر. يعني على سبيل المثال، الخطوة الأولى هو إعلان الرئيس الأمريكي بنقل اعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية. هذا أمر واضح، وهذا ضد أيضا الرغبة العربية والرغبة الفلسطينية. الأمر الثاني، إيقاف أو تخفيض خلينا نقول الدعم اللي تقدمه إلى منظمة غوث الأونر ومنظمة غوث العاجين، وبالتالي هي ليست فقط إلغاء ترخيص منظمة التحرير في واشنطن. نعم، في واشنطن. هي ليست فقط، ما ننظر لها مجرد تخفيض، هو مجرد رؤية لقضية اللاجئين الفلسطينيين. الآن بعض التسريبات التي يعني سربت إلى سواء دبلوماسيين روس وأوروبيين، وأيضا بعض التسريبات الصحف الأمريكية تكلمت عنها، مدى دقة هذه قد تكون بعض الأمور صحيحة بعض الأمور غير صحيحة غير دقيقة. هي الآن يعني هناك ضبابية تلف المشهد السياسي فيما يتعلق بصفقة القرن، ولكن نستطيع أن نتلمس بعض الخطوط الأساسية. أولا، النقطة الأولى أن قضية القدس هذه عاصمة يهودية، عاصمة لإسرائيل، هذه نقطة أساسية في صفقة القرن، وعلى الجميع أن يقر بذلك. زين، هذه نقطة. هذا كان بالون اختبار أول، وبالتالي عندما شاهد الرئيس الأمريكي أن العرب كانوا للأسف مجرد ظاهرة صوتية كما نقول ورافض والشجب وغيره، لم يتخذ أي خطوات عملية، وبالتالي استمر في هذا المسير. تخفيض قضية الدعم للأونروا أيضا هي رؤية لمسألة اللاجئين. الآن ضمن التسريبات أنه يريد أن يستوطن هؤلاء اللاجئون المبعدون ليس فقط في أراضي 48، وإنما في ما يسمى بالضفة الغربية وغزة، وبالتالي بعيدا عن ما نصت عليه القرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن السابق التي كانت تنص على استيطان هؤلاء في الأراضي التي يبعدوا منها في حرب 1948. هناك قضية فيما يتعلق أيضا ب التعامل مع القوى المعارضة التي قد تكون معارضة لصفقة القرن. وطبعا من أهم القوى المعارضة هي القوى الإسلامية، قوى المقاومة اللي هي منظمة الجهاد الإسلامي وحماس، وبالتالي ضمن هذا السياق الكبير طبعا أيضا من ضمن، لا ننسى أن من ضمن صفقة القرن حسب التسريبات إقامة سلام عربي إسرائيلي، اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتشكيل تحالف هي بما معناه هي تصفية للقضية الفلسطينية ككل، تصفية القضية الفلسطينية. من يمكن أن يعارض هذا الأمر؟ هناك حماس وهناك الجهاد الإسلامي، وبالتالي ضمن هذا السياق فبالتالي احتمالية هذه الحرب التي تحدث عنها الخبر الآن، هذه أنا أعتقد أنها كلها بالونات اختبار، بالونات اختبار من أجل ممارسة عملية الضغط على قوى المقاومة. الرئيس الأمريكي أطلق كثير من التهديدات ولكن لم ينفذها، تهديدات تجاه إيران، كوريا الشمالية، ولكن طبعا يظل الطرف الفلسطيني الطرف ضعيف في هذه المعادلة. أنا أعتقد هو ضغط على الإدارة الفلسطينية، محاولة استهداف حماس هي رسالة موجهة للإدارة الفلسطينية أنه إذا لم تقبلوا صفقة القرن، إذا لم تغيروا موقفكم المعلن برفضكم لصفقة القرن وبعض القرارات، وبالتالي فإن أطراف المعارضة ستضرب وغزة ستكون هي محل الاستهداف وحماس. وبالتالي هذا من باب كما نقول إياك أعني واسمعي يا جارة، أو إذا حلقت لحية جارك فسكب الماء على لحيتك. نعم. دعنا نستوضح المشهد الفلسطيني أكثر من خلال مراسلنا فالح نصير فالح الذي ينضم إلينا الآن من رام الله. مرحبا بك معنا فالح. مرحبا بك علا، أنت والسادة المشاهدين، تفضلوا أجمل لنا أبرز ما تناولته الصحف الفلسطينية لهذا الصباح.
نعم علا، نبدأ بصحيفة القدس وهي الصحيفة الأوسع انتشارا في الأراضي الفلسطينية وفي داخل إسرائيل، حيث جاء في عنوانها: الأمم المتحدة تحذر 37 مدرسة مهددة بالهدم في المناطق المصنفة جيم، أي التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وجنين تشيع شهيدها أحمد أبو عبيد، واستمرار البحث عن منفذ عملية نابلس وهو الشاب المتهم أحمد جرار الذي تلاحقه قوات الاحتلال منذ الشهر المنصرم، والذي تتهمه بتنفيذ عملية نابلس التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة مستوطن آخر، تنديدا بإعلان ترامب واعتداءات الاحتلال. القوى الوطنية الفلسطينية تدعو الفلسطينيين إلى التصعيد يومي الثلاثاء والجمعة من خلال التظاهر والانطلاق صوب نقاط التماس والاحتكاك مع قوات الاحتلال. مركزية فتح: على المجتمع الدولي بناء آلية جديدة قادرة على رعاية العملية السياسية، في إشارة إلى انتهاء الدور الأمريكي الذي اعتبره الفلسطينيون بمثابة المنحاز أو الوكيل عن إسرائيل، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمة لإسرائيل وإعلانه عزمه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وهو ما فجر الموقف سياسيا وقد دفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار باستبعاد الإدارة الأمريكية من الإشراف على عملية التسوية السياسية. نعم. ننتقل إلى صحيفة الأيام: إدانة فلسطينية وأممية وحقوقية وجرافات الاحتلال تهدم مبنى مدرسة ابتدائية لتجمع أبو النوار البدوي شرق القدس، في إشارة إلى ما قامت به سلطات الاحتلال أمس، حيث هدمت مدرسة تقع في أحد المضارب البدوية الفلسطينية المقامة على تخوم مدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص، تنفيذا للمخطط الإسرائيلي الاستيطاني المعروف باسم E1 الذي سيتوسع إلى خارج القدس وضم المدينة ونقل التجمعات البدوية من تلك المناطق وإفراغها لتوسيع المستوطنات. حكومة نتنياهو تشرع بؤرة استيطانية وتحولها إلى بلدية جديدة وتمنحها ميزانية ردا على عملية نابلس التي نفذت الشهر المنصرم، حيث كانت هذه البؤرة الاستيطانية عبارة عن عدد من البيوت والكونتينرات المنصوبة في منطقة شمال الضفة الغربية، حيث جاء هذا القرار من الحكومة الإسرائيلية لخطب ود المستوطنين ولإرضائهم ردا على هذه العملية. مركزية فتح تؤكد ضرورة بذل كل الجهود لإنجاز الوحدة الوطنية واستعادة قطاع غزة من خلال تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمهامها وبلوغ المصالحة وإزدال الستار على ملف الانقسام. نعم. ننتقل إلى الصحيفة الأخيرة وهي صحيفة الحياة الجديدة التي تتحدث أو تنقل ما يصدر على لسان المستوى السياسي الرسمي. مركزية فتح: على المجتمع الدولي بناء آلية جديدة قادرة على رعاية العملية السياسية وصولا إلى السلام، وشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية وجنين التي شيعت جثمان أحمد أبو عبيد، والاحتلال يهدم مدرسة في تجمع أبو النوار شرق القدس ومنزلا قيد الإنشاء في مدينة نابلس. هذه هي عناوين الصحف الرئيسية في الصحف الفلسطينية الثلاث الصادرة لهذا اليوم. نعم فالح، بالنسبة لقرار اللجنة المركزية لمنظمة التحرير حول فك الارتباط مع الكيان الإسرائيلي، ما هي ارتدادات هذا القرار؟ ربما ستكون لهذه القرارات تداعيات خطيرة، لا سيما وأن فك الارتباط يعني دفن اتفاق أوسلو الذي ولد عام 93 والمعمول به منذ ذلك العام حتى يومنا هذا. نحن نتحدث عن تنسيق أمني، تنسيق سياسي، تنسيق اقتصادي، ارتباطات في عدد من الاتفاقات التكميلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن القيادة الفلسطينية وتنفيذا قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وجدت أن آخر العلاج هو الكيف، اتخذت هذه القرارات لتفجر الموقف مجددا وتصعد سياسيا في ظل تحلل إسرائيل من الاتفاقات وتنفيذها فقط من جانب واحد ألا وهو الجانب الفلسطيني، فضلا عن أن إسرائيل تنصلت من استحقاقات السلام. وما زاد من تدهور الأوضاع هو القرار الأمريكي و صفقة القرن التي يتحدث عنها الرئيس ترامب، وقد وجد الفلسطينيون فيها يعني تجاوزا لحقوقهم الوطنية. شكرا. ولعدد من القضايا التي يعتبرونها خطا أحمر كقضية اللاجئين والقدس. فالح نصير فالح، مراسل تلفزيون دولة الكويت من رام الله، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، منشط الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل.
تركيا تحذر القوات الأمريكية من خطر استهدافها في سوريا. تكتب صحيفة المستقبل: فقد هددت تركيا بتوسع عملياتها العسكرية ضد القوات الكردية في منطقة عفرين السورية إلى مدينة منبج وحتى إلى شرق الفرات غدا مقتل 7 من جنودها، محذرة العسكريين الأمريكيين من احتمال استهدافهم إذا قاتلوا بالذات المقاتلين الأكراد. دكتور، باختصار فيما يتعلق بهذا الخبر، اليوم القوات التركية ستنتقل إلى منبج، كما نعلم بأن منبج تحتوي على القواعد العسكرية الأمريكية، ويقول الأمريكيون بأنهم سيبقون في أماكنهم بالذات عسكرية كردية، فبالتالي هل ستشهد الأيام مواجهة ما بين الولايات المتحدة ومن بين أمريكا في منبج؟ أنا أعتقد يعني واضح أن هناك خلاف تركي أمريكي فيما يتعلق ب دخول القوات التركية إلى عفرين وتقدمها إلى منبج، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم قوات حماية الشعب الكردي، وتركيا تعتبر أن هذا خط أحمر لها دعم هذه القوات، باعتبار أن الأكراد يريدون تشكيل ما يسمى بنظام حكم ذاتي في هذه المنطقة، وبالتالي هذا من الخطوط الحمراء بالنسبة للسياسة التركية. أنا أعتقد أن هذا خلاف جذوره موجودة منذ فترة. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن تركيا قد ذهبت بعيدا في تحالفاتها مع روسيا فيما يتعلق على سبيل المثال تجاوز مؤتمر جنيف عن سوريا، وذهبوا إلى مؤتمر الأستانة هم وإيران وروسيا وسوريا أيضا، فيما يتعلق مؤتمر سوتشي أيضا، شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية S-400 اللي هي الأكثر تطورا، وبالتالي بدأت جذور هذا الخلاف تظهر على السطح الآن. تطفو على السطح الآن. إلى أي حد هل ممكن أعتقد أن لتركيا أن تستهدف أفراد القوات العسكرية الأمريكية إذا لبسوا هذه البزات؟ أنا أعتقد هذا خط أحمر أيضا بالنسبة لأمريكا. نعم. كل يعرف العالم السياسة، كل يعرف حدوده، أين يقف وأين يتحرك. ولكن يعني بالتالي السؤال الأهم، هل ستتخلى اليوم أمريكا عن تركيا مقابل الأكراد كما تخلت عنهم في كردستان العراق؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية عودتنا على الأمر صراحة، يعني هذا في طوال تاريخها أنها من السهولة أن تتخلى عن حلفائها، ولكن تبقى تركيا عامل مهم، رقم مهم، ولكن إلى أي حد؟ أنا أعتقد أنها الآن ندخل في عملية ما نسميه احنا باختبارات البالونية، ان على سبيل المثال اذا توقفنا عند عفرين، بالمناسبة القوات التركية الان تواجه صعوبات في عفرين، ليست في وضع تقدم ميداني سهل، تواجه بعض الصعوبات، وبالتالي هذا تقدمهم الى منبج، هل هذا ممكن يحصل في ظل تواجد خلينا نقول الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها و فريق عمليات كامل موجود في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد هي عمليات جس نبض، أعتقد أن الطرفين سيصلون إلى حد معين. أيضا بالمناسبة أيضا أكو نقطة مهمة، أيضا يتهم الأمريكان بدعمهم للمعارضة التركية، وبالتالي إسقاط أيضا هذا أيضا عامل مهم، روسيا الآن دورها مهم في هذه القضية. نعم. إسقاط السخوي الأخيرة تمت بصواريخ اللي محمولة على الكتف، الحين هذه نوع متقدم من صواريخ سينجر اللي استخدمها المجاهدون الأفغان في حربهم كان ضد الاتحاد السوفيتي السابق. أنا أعتقد أنه صعب أن نصل إلى حد المواجهة، ليس في مصلحة تركيا وليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن سنصل إلى خطوط معينة وسنقف. وأضف إلى ذلك دكتور ما ذهب إليه أحد المحللين، بأن تأتي تركيا ما بعد إسرائيل بالنسبة لأمريكا من الناحية الامتداد الاستراتيجي والأهمية الاستراتيجية، وطبعا وجودهم في حلف الناتو هم ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف الناتو. نعم، الجيش الثاني في حلف الناتو. مشاهدينا، سننتقل الآن إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة فلسطين بعنوان: لا فلسطيني يقبل مناقشة صفقة القرن. كتبه الكاتب السياسي فايز أبو شمالة. قال فيه إن من يدقق في تفاصيل صفقة القرن يكتشف أنها تشبه مشروع غزة وأريحة أولا، فالصفقة تتحدث عن مرحلة انتقالية للقضايا الهامشية، ثم عن حلول نهائية للقضايا الاستراتيجية نفسها التي تم تأجيل نقاشها قبل 25 عاما مع فارق جوهري يتمثل بالقدس التي غدت عاصمة موحدة لإسرائيل، وعودة اللاجئين التي صارت مقتصرة على أراضي السلطة الفلسطينية. صفقة القرن هي الخيانة بعينها للثوابت الوطنية، يؤكد كاتب المقال. وأي حديث عن صفقة القرن يجب أن يحارب فلسطينيا بكل السبل، وكخطوة أولى يجب أن تغلق الأبواب دون سماع أي صوت عربي أو غربي يتحدث عن الصفقة، وهذا يستوجب توحيد الموقف الفلسطيني خلف استراتيجية المواجهة، وتوحيد المواقف الفلسطينية خلف قيادة فلسطينية قادرة على التحدي والمواجهة. سننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل.
الكاريكاتير اخترناه من صحيفة الحياة، ولك التعليق دكتور. طبعا واضح يا تكلم حسب ما يبدو أن واحد من أصحاب النفوذ، النفوذ السياسي الاجتماعي بدون فبالتالي يا أما أن تتكلم حسب ما أريد وإلا الموت يواجهك. نعم. وبالتالي نقول نحن الرأي قبل شجاعة الشجعان. أنا أعتقد أن حرية التعبير هي نعمة، أهم نعمة أعطاك يا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما تحرم، عندما تمنع من حرية التعبير، فأعتقد أن الموت هو أفضل لك. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا يعبر عن حال كثير من الأنظمة في العالم، سواء العربي، العالم الإسلامي، أيضا في العالم، أنه أنظمة تريد أن تقمت حرية المواطن في التعبير، وتريد أن تحرمها من نعمة الله سبحانه وتعالى أنعمها على بني آدم. الآن هذا الشخص هل هو في موقف أن يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان، أو يقول أن يكون جبان 60,000 مرة ولا يقول الله يرحمه مرة واحدة؟ زين. نعم. إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير نصل وإياكم لختام هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي الدكتور حامل عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وأشكركم أيضا على كرم المتابعة. إلى اللقاء.